حكايات النصر، ملاحم خالدة ما زال في جعبتها الكثير. فالأمة التي ضربت جذورها في أعماق التاريخ تفردت لديها معاور النصر. ومن أرض النوبة الطيبة حيث ولد البطل أحمد إدريس، كانت الشفرة إحدى أهم أسرار الخداع الاستراتيجي إبان حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد. أنا التحقت تطوعت قوات حرس حدود سنة 1954 لما كان بيبعت إشارات العدو كان يحل الشفرة. بناء عن كده رئيس السادات بعت لقيادات الجيش في دون حكاية الإشارات. قائد الجيش عمل مؤتمر للفرق والألوية والكتائب، جه قال لهم في دون حكاية الإشارات كل واحد فكر هنعمل إيه في حكاية الإشارات ده. وبعدين عمل لهم انصراف. أنا كنت شغال مع رئيس أركان لواء، جه قائد اللواء ورئيس الأركان قاعدين قعدوا معايا بالعربية بيحكوا. دلوقتي الرئيس عاوز حكاية الإشارات، هنعمل إيه في حكاية الإشارات وحاجات من دي. أنا ضحكت، لما ضحكت قال لي بتضحك ليه؟ قلت له أكلمه باللغة النوبية، قال لي إيه اللغة النوبية؟ قلت له اللغة النوبية تسمع ولا تقرأ، لهجة لهجة. قال لي عاوز عشان يجي فوق الشفرة مش هيقدر يفك. بناء عن كده قائد اللواء ورئيس الأركان خدوا بعدهم دخلوا قائد الجيش لقينا الحل. حل إيه؟ اللغة النوبية. كلمات أحمد إدريس التي أخذت على محمل الجد غيرت مجرى الأحداث. قائد الجيش راح متصل بسيد الرئيس السادات لين الحل، حل اللغة النوبية. قال اعتبر ده سرا وبكرة جيبوا الشاويش ده مكلبشين بالحديد. وفعلا قمت تاني يوم الصبح جابوا لما هذا كلبشات شاويش راح ملبسين. أول ما لبسوني الكلبشات أنا اتخضيت. خدنا بعدين رحنا بيت الرئيس، المندوب اللي معانا المراسي الجمهورية رفق الكلفشات من إيدي وخدنا ودخلنا جوه فين بيت الرئيس هناك في السرايا. عشرات السنين وما زال إدريس يتذكر جيدا لقاءه الأول بالرئيس السادات حينما استأمنه على أحد الأسرار الحربية. أنا أول مرة طبعا هكلم رئيس الجمهورية، أول ما جانا بديله التحية خد التحية جه حتى إيده على كتفي قال لي يا ابني اقعد اقعد يا ابني. لما عمل كده وفوق كتفي اداني الامان، لقيت كان ابويا بحط ايده على كتفي. انا قعدت جه فضل يسالني بقى قال لي انت متجوز؟ رئيس السادات انت متجوز؟ قلت له ايوه. عندك عيال؟ ايوه. قال لي حكايه اللغه النوبيه، اولا الرئيس اصلا هو اشاره. قلت له اللغه النوبيه اولا ده لهجه، الارسال نوبي واستقبال نوبي، هيستقبل بالنوبي هكتب العربية. أول ما قلت له ارسال نوبي واستقبال نوبي راح ضحك ضحكة في السريع، ضحكة جامدة جدا بدرجة ال 2 كيلو يسمع عليه الضحكة. أنا اتخضيت ورحت واقف، لما ضحك أنا وقفت. قلت له يا سيادة الرئيس أنا قلت حاجة وحشة؟ قال لي لا في حاجة بنفسي يا يعقوب. راح مولع الباب من جديد فضل يضحك يضحك خد بتاع ربع ساعة، بعدين قال لي خلاص همشي كلامك. قلت لرئيس السادات جيب ناس اللي بيكلموا اللغة النوبية الأصلية من سرايا الحدود. وفعلا قال لي بقى الكلمة ده سرا ما تقولش لأي إنسان، أقرب الناس اللي ما تقولهمش. وفعلا رحت لقيت بقى في قيادة الجيش لقيت 344 فرد ضباط صف من سرايا الحدود كلهم نوبيين، 172 فدتة و 172 كنز، ده بيتكلم لغة وده بيتكلم لغة. وانا انضميت معاهم بين 345 فرد. وفعلا دربونا على اجهزه كده 10 ايام، والريف بعت لنا 20 محطه، 20 محطه لاسلكي ومحطه رئيسيه. وفعلا سمينا المحطه الرئيسيه سميناها اوندي، سميناها اوندي. كلمه اوندي ما معناها الذكر. حينئذ أطلق الجنود على أفراد جيش العدو أسماء الحيوانات باللهجة النوبية كالخروف والعنزة والحمار مثل فك كوارتي أوسلامانجي. كنا بنطلع خلف خطوط العدو نروح نجيب عدد المركبات موجودة في المنطقة، شغلتنا ده. لو جبنا العدد ده بنكلم نقول لهم في كذا كذا، لو عرفوا الأسماء يعرفوا قوات دي موجودة في المنطقة، كل واحد بيجيب على منطقته كده نفس الموضوع.
إدريس ورفاقه كانوا شاهدين على أهم محطات القتال إبان نصر أكتوبر المجيد. قعدنا لحد هناك لحد 73. في يوم كده حصل حاجة غريبة جدا. احنا ممنوع نطلع بالنهار. لقينا في حوالي الساعة 2 أو 2:30 حاجة زي كده، لقينا صوت دبابات جامدة جدا فوق البير. بعد الساعة 5 كان خلاص مفيش صوت. طلعنا كده بدنا نجسس لحدنا عشان نشوف ايه الصوت ده كان ايه. لقينا حوالي 200 تريلا، كل تريلا فوق منه دباب بطقمه. احنا رحنا بلغين، مفيش ربع ساعة لقينا عربية تيارات مصرية راح ضاربين كل التريلات والدبابات بالنبالنا. ادانا لا روح معنوية عالية جدا. لحد قبل الحرب بالليلة الناس اللي كانوا موجودين جوه طلبوهم سحبوهم. كان يوم جمعة، تاني يوم كان يوم سبت، كان يوم الغفران بتاع العدل الحرب. كان انسحبوا راح انضموا في التشكيلات، كل جهاز فيه واحد نوبي، كل تحركاتنا باللغة النوبية. جه قائد اللواء كان حوالي ساعة، أنا كنت مع قائد اللواء حوالي الساعة 2 إلى 10، راح مع الظرف فتح الظرف. الأمر جه اللي جاله فتح الظرف، لك افتح قعدنا فتح الظرف كان إيه، قال دلوقتي الهجوم. طبعا دلوقتي الحرب بالعربي مش هنقول، عندنا باللغة الفلتشة الساق دنج فكت. لحد ما 2:10 كنا متحركين. السانج دي فاكوتي، كلمات انطلق معها نسور مصر يشقون عنان السماء لتدور معارك ضارية زأر خلالها الأبطال مكتاحين خط برليف المنيع، وشهدت لعزتهم دبابات محترقة وطائرات متهاوية، ملحمة حطمت أسطورة العدو الذي ظن جيشه لا يقهر، ليعرف الجميع من هو صاحب الأرض ومن هو صانع التاريخ. وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.